Thank you.
جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب Thank you.
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والمسجد الحرام
Oh!
ربنا وبعدين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأوثان واجتنبوا قول
لله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من خير
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بسم الله الله أكبر الحق ما أدراك ما بسم الله الرحمن الرحيم
لنجعل
يومئذ ترجمون